ازيكم يا شبابنا، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بالنسبه لموضوع النون ميتالز اللي هي اللا في الذات وعلاقتها بالدياتوميك اللي هي العناصر ثنائيه الذره وعلاقتهم هما الاثنين بالهالوجين. الهالوجين يا شباب اللي هما جروب 7 ايه، جروب 7 ايه في منهم اربعه ضمن اللا في الذات. يبقى اذا الهالوجين اربعه منهم ضمن مين؟ ضمن اللا في الذات، تمام. طب وفي نفس الوقت الاربعه دول هم من السبعه اللي اسمهم ذا 7 دايتوميك اليمنت، يعني من السبعه اللي بيتحط تحتهم 2 لما يكونوا لوحديهم، يعني مثلا اف 2 سي ال 2 بي ار 2 اي 2. يبقى انا كده عندي كل الهالوجين يعتبر دايتوميك، والعكس لا، مش كل الدايتوميك هالوجين، لان انا عندي النيتروجين مش من الهالوجين، عندي الهيدروجين مش من الهالوجين، عندي الاكسجين مش من الهالوجين. طيب وكل الدايتوميك يعتبروا من النون ميتالز، ومش كل النون ميتالز من الدايتوميك، لان انا عندي الدايتوميك اللي هم سبعه من ال 11 بتوع اللا في الذات، لكن اللا في الذات في منهم اربعه مش من ضمن الدايتوميك، زي مين؟ زي الكربون، السلفر، وزي الفوسفورس، السيلينيوم. يا رب يكون الامر ده واضح ويكون فهمناه كويس، وسيبولنا في التعليقات اي معلومه عايزين تفهموها بشكل سريع نوضحها لكم في فيديو سريع.